العافية مشاهدي قناة زاكروس الفضائية وبالتحديد برنامجنا الصباحي نسمات زاكروس، دائما ما ناخذكم بجولات حتى تتعرفون على كل ما يدور في الشارع العراقي. مثل ما تشوفون احنا حاليا بأحد المولات في العاصمة الحبيبة بغداد، يمكن بعد فترة حظر ما يقارب 6 أشهر اليوم رجعت الحياة الطبيعية بداخل المولات بالشوارع بالمحال التجارية. صار الموضوع اليوم بالتعايش مع يعني فيروس كورونا، لكن بشروط معينة وأيضا التباعد الاجتماعي وأيضا الأشياء اللي تخلينا احنا تكون عندنا الوقاية مثل ما نقول خير من العلاج، هو ارتداء الكمامة، تشوف المعقمات. احنا نشوف اليوم بكل ركن من ركن هذا المول موجود معقمات، ما يخلون الشخص يدخل المول إلا أنه اللي يرتدي كمامة تكون عنده كمامة. حتى بالتالي اليوم يكون أكو تباعد اجتماعي. مثل ما تشوفون اليوم احنا بأوقات الصباح شوي عادة ما يكون الحركة تكون بطيئة بداخل المولات، تعرفون الناس أغلبيتهم بالدوام أو بالعمل، فبالتالي اليوم يمكن أوقات العصر يجون يتبضعون من الناس اللي يشترون ملابس، الناس اللي تجي تخلي أطفالهم أنه يتونسون، كون اليوم مكان أمين وأيضا باليوم الأشياء اللي احنا محتاجيها العائلة العراقية اللي محتاجتها. لكن احنا نتمنى اليوم انه يكون اكو وعي بالنسبة لموضوع فيروس كورونا، وايضا حتى نتعايش وياه وتخلص هذه الأزمة وتعدي على خير. طبعا انا اتمنى يكون اكو احد، لكن يمكن بعدها الناس شوية مجاية، فخلي نشوف مشاهدينا، نشوف ناس ونتكلم وياهم. حياك الله، شلونك؟ اهلا وسهلا. ايش عندك بالمول؟ انا موظف هنا. بظل الظروف الراهنة موضوع فيروس كورونا، اليوم صار تعايش بهذا الموضوع، إذا تشوف أكو وعي من قبل الناس؟ قليل كلش، يعني لي لو كلها تلتزم لا ما حد يلتزم، هاي مبدأ بالنسبة لي. يعني إحنا هسه هنا بالمول مثلا مطاعم مفتحة ماكو هواي اختلاط وعالم والناس ويجون هنا لسن كمامات يعني، ويصعد فوق يتعشى. يعني يصعد فوق يتعشى وداخل المول من يجول يكون لابس كمامات؟ ما سويت شيء أصلا. لازم احنا اليوم اكيد محتاجين وعي وثقافه حتى انه نتعدى هذا الموضوع. اليوم شنو انت اللي حاب تقدمه او رساله تقدمها لكل الناس؟ يعني هي مو قلت شيء من البدايه، لو كلها تلتزم لا ما حد يلتزم. يعني احنا لو من البدايه مثلا 15 يوم قاعدين وما حد طالع كان اصلا ما صار هذا الشيء. بس انا ما اذا سكت اخوي الثاني راح يبكي. اي فهي هي هذا المبدا يعني، فماكو احد يعني ما حد يلتزم. حلوه صراحتك. اي والله بصراحه يعني. شكرا. حياك الله. نعم يمكن شفنا الموضوع هو كل ما بالسالفه انه هي شغله اسبوعين، يعني انه هو هذه تكون المده اللي هو تكون احتضان الفيروس هي لمده اسبوعين، مثل ما ذكر الاخ انه قال له قاعدين احنا لمده اسبوعين 15 يوم بالبيت ما صار هذا الموضوع يعني، والاعداد كانت بالفتره الاولى بتزايد، لكن احنا اليوم مع المواطن. حتى بالتالي اليوم احنا نسلط الضوء تكون عند الناس معرفه وايضا درايه، مثل ما نشوف احنا اليوم حتى العوائل العراقيه عندما يجون على المول او مو فقط المول، يعني حتى الشوارع الاسواق الشعبيه نتمنى تكون اكو التزام بارتداء الكمامه والجفوف. احنا مثل ما ذكرت يعني اليوم بكل ركن من اركان المول موجود اكو معقمات، حتى بباب المول يعني يعطون جفوف وكمامة. يعني هذا الموضوع صار لازم احنا نتعايش وياه حتى بالتالي تكون أزمة وتروح تعدي وتولي نخلص من عندها. وكل يوم أغلبية دعوات العراقيين انه يحل الأمن والأمان ونخلص، يعني هاي انضافت على الأمن والأمان نخلص من كورونا اللعين ان شاء الله يا رب، بجهود كل الكوادر الطبية والصحية وايضا كل الدعم اللي تقدمه وزارة الصحة لكل المصابين انه نخلص من هذا الفيروس وترجع الحياة تتجنن، الحياة تتخبط، الحياة اللي احنا محتاجيها بصراحة. شلونك؟ شخبارك؟ عين الله يخليك. شو لازم احنا اليوم تعرف الظروف اللي مرينا بها ظروف كورونا، صرنا انه لازم نتعايش مع الوباء. انت ايش تشوف الموضوع انه هل يا ترى هذا الشيء صحيح؟ والله تعودنا عليه وتعلمنا على الكورونا، يعني حتى اللي انصاب يشافه بسرعه وكانما مشناش لقحة فتروح المرض. اذا اشوفك التزام ووعي من قبل الناس اللي يكونون بالاماكن اللي تكون بها تجمعات. والله مو سوى، مو كل اصابع سوى، اكو بيهم يلبسون اكو بيهم الاسامي ما يلبس كمامه.
بس شنو نظيف، اغسل ايدي كل شيء، اتذكر كل شيء، يعني اصير بعيد على القرية عن علي كذلك. جميل جدا، اتمنى ان شاء الله يكون الوعي اللي عندك، يمكن هذا النظافة الشخصية لها دور جدا اساسي. النظافة لازم، اهم من الكمامة والشفوف النظافة. شكرا لك، حياك الله، ممنون. طبعا مثل ما ذكرنا اليوم النظافة الشخصية لها دور جدا كبير في المحافظة على انه اليوم نتخلص من الفيروس، فبالتالي احنا هذه الرسالة اللي دائما نوصلها بمشوارنا الصباحي وكل جولاتنا الصباحية، حتى يكون اكو وعي، يكون اكو دراية عند الناس. طبعا مشاهدينا اليوم حبينا احنا اليوم نسلط الضوء على كل هذه المواضيع، فبالتالي يا رب كانت جولة مميزة لكل مشاهدي قناة زاكروس الفضائية. طبعا تقبلوا تحياتي انا رائدة فاضل وتحيات كل كادر العمل، هذه عودة للزملاء داخل استوديو برنامجنا الصباحي، اسامة زاكروس، مع السلامة.